هو عمل جينيريك ونزله والمسلسل اللي على مقاسه يلبسه. يا عبد اللذينة. مرحبا بكم في سلطة عمبلك، حلقة جديدة من برنامجكم بلاك اند وايت في رمضان. معلش يا جماعة الواحد مبسوط شوية، كنا طالعين من حلقة شامة بس معلش مع احترامي الشديد لأي حد حابب يجي يتخانق معايا. زميلي مش عارف تحمست زيادة عن اللزوم في ايه؟ مش عارف، عجبني قوي عجبني قوي. بص التراكات نخرمت في نافوخي. خلاص نركز بقى، نركز يا باشا. خلاص انا مش عارف اقدر اركز والله، مش هقدر اركز الصراحة، ما اقدرش اوعدك بحاجه شبه كده. بس يسعدني اقول لك معانا النهارده خشب، معانا النهارده باشا الحر. الحر حر وانا حر عليه. على حسب يا ساعات بتنفع وساعات ما بتنفعش. حر عامل جينيريك، جينيريك بقى واحد. جينيريك بقى مسلسل. مسلسل ايه المسلسل؟ اسمه ايه؟ ايوه اسمه ايه؟ جينيريك. هو ايه يا جماعه؟ مش كاتب اسم المسلسل، كاتبين الجينيريك مش كاتبين المسلسل اسمه ايه. اكيد هيبقى كاتب. لا بس الحر حر. لا ايه ده، هو جينيريك بس ولا ايه؟ هو حر والله. هو حر صح والله، مش هينفع نناقشه والله. يعمل تمام. في ناس كده انت بتعرفش تناقشه، بس هو شكله مش يعني هو تقريبا تراك اسمه جينيريك تقريبا. انا عندي احساس بكده، خد بالك. عندي يعني احساس ان هو تراكايه ليه مش جينيريك مسلسل. طب ده مين ده؟ ده 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 حر ولا ده ممثل في المسلسل اللي بيغني الاغنيه ولا ده؟ ده الحر يا زميلي وربا دقنه. ده الحر. ايوه يا عم ربا دقنه، ربا دقنه. لا ده انت ما تعرفش الحر بدقنه عامل ازاي. يا ابني لا يا ابني ده مش الحر ده يا عم، صدقني ده الحر يا عم مش الحر ده، استحاله يا بره. بص هو في ايه؟ هو الحاجه الوحيده اللي تقول لي ان هو مش الحر. لا ما ده ان ده تحس ان هو كبير في السن. ايوه يا عم. يبقى اكيد ده مسلسل يا زميلي. بس هو ايه؟ من مصر يا الحر، من الجزائر يا الحر، الحر رك حر، من تونس يا الحر. لا لا والحر مفيش حد في المغرب بيصاب. لا طب يلا بقى من كوكب السلطعون بقى. افقعوا واحده من كوكب السلطعون يا جدع. سلطعون اسيل يحيي الحر لانه حر. طيب. نسينا عليه في الكومنتات ماشي. نطلع نشوف بقى الحكايه فيها ايه. يلا بينا باشا. قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع ممكن تسبسكرايب ولا تفعل الجرس، تروح على الانستجرام وتروح على الفيسبوك وتشوف قناه دادي الشجر العربي بينزل عليه حلقات رمضانيات. والاكل والان يا استاذ الجماهير، ما هو ده الدخول في الجينيريك. خدها من اول مره. الحر جينيريك يا جدع، ملامحه بتقول انه هو بس مش عارف. نفس احلى برا وبالي خمن شكون الراسم، ماليش قريب موالف في معنى تواصل، ولا حبيب اخبل انه مني الراسم عايش وحيد. وش واحد من اللي غاب واليوم سلام واصل، وبدت نقرا الاسطر صعب علي الواصل. كلامي فتست الحجر ويخلي الدمع نازل على الخدود، واشي تتفكريني رسالة بشي حاجات، قولي اعش من حكايات من حكايات. طبعا كالعادة نعيد من الاول. نعيد من الاول. خد بالك في الحر تحس ان الكلام انت محتاج تستوعبه اكتر من مره. ليه؟ لان الكلام انت فاهمه يعني، اللغه سهله سهله بس الكلام كتير يعني. هو الشعر بتاعه بالبساطه بتاعه جواه معاني كتير، ومعاه كتير جواه معاني كتير. فانت ما بتلحقش. ده حقيقي. دي برضو من الحاجات اللي هي خد بالك كل واحد ليه حتته. اتنين حلقاتهم ما بتتغيرش، حلقات شمع وحلقات الحر. ده حقيقي سيستم. لا والله في ناس كتير كده. كل هو خلي بالك احنا عندنا كل واحد دايما سيستم. بتحصل معاه. انا دايما ببقى عايز اعيد مع الحر. انا فعلا لازم عايز اعيد الدخل. انت فاهم مش عارف ليه. نعيد يلا. نفسح لبرا وبالي خمن شكون الراسم، ماليش قريب موالف في معنى تواصل، ولا حبيب اخبل انه مني الراسم عايش وحيد. عايش وحيد. وش واحد من اللي غاب واليوم سلام واصل، وبدت نقرا الاسطر صعب علي الواصل. كم واحد من اللي غابوا؟ وش واحد من اللي غابوا؟ وش واحد من اللي غابوا؟ كم واحد من اللي غابوا واليوم سلام واصل؟ اليوم يعني سلام واصل يعني ناس ياما غايبه بس سلامهم بيوصل. الكلمه دي صعبه قوي جدا، ده تتحسب على 300 حاجه. اللي بعديها ايه يعني؟ وصلتني زي ما وصلتني كده، اللي هو عارف انت اللي هو يبقى سلمني عليه. فانت انا جيت قلت لك ده بيسلم عليك، هو غاي بس انا جيت قلت لك انه بيسلم يعني، المعنى بتاعها صعب. او من كتر محبتك في شخص معين انت عارف ان السلام بتاعه بيوصل لك. لا مش عارف، انا حسيتها مش يعني عارف، انا سمعتها كده حسيتها كده. وش واحد من اللي غاب
واليوم سلام ووصل. يعني يعني كان زمان معايا انا حسيتها اللي هو كان زمان جنبي ومعايا، بس دلوقتي مجرد انه سلامه بيوصلني، انت فاهم؟ انا حسيتها كده، الله اعلم يعني. واليوم سلام واصل وبدت نقرا الصدر صعب علي نواصل كلامي فتت الحجر بخلي الدمع نازل على الخدود واشي تتفكريني رسالة بشي حاجة قولي اعش من حكاية دي من حكايات شكون هاد الحبيب. هو لا هو هو تقريبا الباقي ما مات تقريبا، بيتكلم على احنا كده هنحتاج نرجع فعلا، لان هو تقريبا بيتكلم اصلا ان في رساله وصلت له. بيتكلم على نفتح لبري على لبرا على الحبيب. هو نفتح لبرا دي يعني ايه؟ نفتح لبري وبالي يخمن شكون الراس. الراس تقريبا البريد، البريد ده لبرا ده البريد، البريد البريد يخمن وصلني رساله عن طريق البريد يعني بفتح يعني هو اكيد يعني وصل رساله في الحاجه دي يعني سواء بقى كان بريد او مش عارف ايه تمام، وبالي يخمن شكون اللي راس. فهو انت فاهم دلوقتي بقى سلامه وصل، واحد غاب وسلامه وصل بموال الثمان تواصل ولا حبيب اخبر النوم لي الراس عايش وحيد وش واحد من اللي غاب واليوم سلامه واصل وبدت نقرا الصدر صعب علي نواصل كلامي فتت الحجر بخلي الدمع نازل على الخدود واش جيت تفكريني رسالة بشي حاجة قولي اعش من حكاية دي من حكاية تكون هاد الحبيب اللي باقي ما مات عاد تفكرني اليوم فين كان هادي يا مات شافني كان خسر حياته وكان قادر غايب قيشوف شافني كان تلام قادر لوم الظروف سنالي نتقطص وتقطع فيها السيوف عاد يرتاح. يا نهار اسود النايل بستين بقى وفي بقى يا لهوي وفي بقى يا لهوي تتمناني نتكرتس يعني نضرب بالرصاص وتقطع فيها السيوف. ده ده ايه ده ده عزاء ده 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 هيفرتكوا. ده هترجع صح عادي انا هرجع احنا بنعمل حاجه هنا غير ان احنا بنرجع في الحر بس. طب ايه خلص شكون هذا الحبيب اللي باقي ما مات يا ايه لا باقي ما مات عاد تفكرني اليوم فين كان هادي يا ما شافني كان خسر حياته كان قادر غايب قيشوف شافني كان تلام قادر لوم الظروف قلنا لي نتقطص وتقطع فيا السيوف عاد ارتاح ارتاح وكيف نقنع العمر باللي صغير وغزاني يا ساتر يا رب يا ساتر. طب بص يا معلم هو كلامه يا اخي يعني نهار ابيض ده تراك مدمر فاديله فرصته يذبحنا انت فاهم يعني اديله شوت ماشي انا مديله شوت يذبحنا لان يعني انا هنقف على كل بس كلمه بس لا الكلمه مش يشجي الكلمه مش يشجي انت كده كانك بتذبح حد بسكينه تلمة اوكي غزها له مره واحده لا يا زميلي سيب التراك يشتغل لا يا زميلي ما يتعذب زي ما احنا انا بتقطع من جوايا يا زميلي يا اخي الكلمه يا اخي كيف نقنع العمر باللي صغير وغزان الشيء يا كده ده الحر كده ده الحر يا نهار اسود يعني كده ده الحر يا دهوتي يعني يا دهوتي وحد ما عرف يا قلبي يدوز نمرة رابق صغير اللي داز داش غادي ندير وش كل فينا المكتب اسمح له يختار حياتي لشي واحد رمى واقفاش ضحيت كتير وكتير رمى وفاش بصح نقدر نسامح لكن ما ننساش بسملي حنيت المحنة كانت ما كافياش ملي ترجيت لي ما تطوعني ما بغاش بسملي ولا هذا حالي انا ما ندماش والله ما كان هذا ذنبي كون هذا طريق وهذا دربي قدر نكتبها في الظلام لا خيال ولا شمال جنبي يا جدع بقى يا جدع بقى يا جدع بقى يا جدع بقى يا جدع انت مالكش اخوات بنات بقى يا اخي في اخ في اخ مش كده يعني وكيف نقنع اسمح
ظنوا غاي دفعوني ونطيح جيل غيام بالريح تتفني تابلين طير وخجناح جريح ثيري ضربنا بقى ضربنا. انا عايز اعرف بيجيب الكلام ده من ايه. انت بس خدت بالك من الجمله اللي فاتت دي؟ ايوه. لا ثواني سمعتها حسيتها فكرت فيها سيبها بقى كده. ايوه تيجي الغيام بالريح تدفني. ايوه زميلي انت يعني ظنوا ان هم هيزقوني ونقع زقوني وتيجي الغيام بالريح تدفني يعني. انت عارف ده معناه ايه؟ انت عارف بس عارف يعني عارف معنى كلمه ان الغيام تيجي هي اللي تدفني؟ انا مفيش حتى دفني. مفيش حد فكر يدفني حتى. انا اتدفنت بالتصوير البطيء. انا لولا الغيام ما كنتش اتدفنت. سلو موشن سلو مو ده قمه ال ده قمه الجبروت قمه. انا وحداني انا مفيش حد حتى يدفني. انا عايز اعرف بيجيب الكلام ده منين يا اخي. انا الـ يعني بقول لك انت انا رمضان يا عم يا عمي يا عمي ايه يا معلم حلقتين خد بالك هو حلقتين من زمن 2021 ده حقيقي خد بالك هو ايوه هو ما هو. خلاص بقى كده انت هو خلاص انت كده يعني عامل نفسه شايف انت فاهم خش شوف اللي بعديها دي يطير وخجناح جريح في ريش انقذني وكيف نقنع العمر باللي صغير وغزاني الشيش وحد ما عرف يا قلبي دوز نمرة رباقي صغير اللي دازاش غادي نبيه شكون اللي فينا المكتب اسمح له يختار وكيف نقنع العمر نقنعه ازاي صحيح نقنعه ازاي العمر ده لو كان العمر يعني شخص كنت بتعمل ايه صحيح اقول له مالك بتجري كده ليه انت مستعجل وراك ايه طيب فهمني طب فهمني عشان اعرف اخد مواصله واركب معاك ما بيتكلمش ما بينطقش واخدك وشارخ بيك واي شرخ يا زميلي واي شرخ ركب الناقة وشرق شرق وشرق ما يتلمش دبل مينينج ابن زينة والله طب وبعدين احنا نخش رمضان بالشكل ده ازاي العمر بيفوت يا عم يعني نخش رمضان كده ازاي يا رمضان يا عم الحر ايه يا عم الحر ده احنا حتى داخلين على يوم مفترجة اي والله المفروض تدخل كده اهو عارف انت انت انطلاقة يعني عارف انت الشرخ يا قلبي لا 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 الصراحة انا مش عارف ونزلها في التوقيت ده ازاي مش عارف مش فاهم الصراحة بس ممكن تكون جينيريك المسلسل فعلا وكلمة جينيريك ما تقلتش ايوه جينيريك مسلسل ايه يعني هو حر بقى يعني هو عمل جينيريك انا ناسي يا ابني والله هو حر ما تنقشوش هو عمل جينيريك ونزله والمسلسل اللي على مقاسه يلبسه يا ابن اللذينة يا ابن اللعيبه ده حلو ده والله مشروع حلو جدا والله لا 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 جماعه الكلام اللي بيكتبه صعب قوي والله بامانه صعب قوي ده حقيقي اقول لكم على حاجه بقى بعيدا عن اي حاجه في الدنيا انا مبسوط بالحلقتين دول الحلقه دي والحلقه دي والحلقه اللي قبلها والله والله دخلت رمضان دخل على والله بعون الله بعون الله ايام مفترضه ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه احنا صارفين ومكلفين بقاله 3 سنين خدوا بالكم بس احنا ما حبيناش نعمل زحمه زي ما بنعمل كل مره لان احنا حاسين ان احنا يعني مالين المكان ده حقيقي ده دبل مينينج جميل احنا نقلق الحلقه دي أيوة. تمام ونتقابل بقى في حلقات اخرى في رمضان ان شاء الله ابعتوا لنا بقى لو في حاجات بقى روحيه كده والمسلسلات لما لو في حاجه مسلسل الاغنيه بتاعته حلوه يعني ادونا هنت كده عليها وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله باذن الله واستنوا على قناه دادي الشاجي بالعربي اللي هينزل عليها رمضانيات ولكن حاجات كده ايه في اللذيذ منه وسهريات لذيذه معانا ده حقيقي يعني عايزين نقول لكم ان دادي الشاجي بيتحدى مسلسلات وبرامج رمضان
اوريدي مكتسحين الكوكب ان شاء الله. ده اعلى نسبه مشاهده بعون الله بعون الله. دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت، كان معكم مستر دادي شاقي. سلام.